السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين يسمع دعاء الخلائق ويجيب ويؤنس الوحدة ويهدي الشريد ويذهب الوحشة عن الغريب يستر العصاة ويمهل البغاة ومن تاب منهم قبل وأثيب يكلف بالقليل ويجزي بالجليل ويعفو عن الذي عن الذي بالعجز اصيب. نحمده تبارك وتعالى ونسأله التنظيم لاحوالنا والترتيب. واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم انا المقدم عبد الهادي شعبان الزهراني. باذن الله تعالى سنبدأ برنامج برنامجنا لهذا اليوم وهو ضيف اتقان. معنا ومعكم الشيخ ابراهيم العصلاني اهلا بك يا شيخنا الفاضل افتح المايك بارك الله فيك. شيخ ابراهيم مرحبا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بالشيخ يا مرحبا الف كيف حالك يا شيخنا؟ حياك الله وياك ومرحبا بإخوة. وال... حيا الله الاخوه فاضل. حي حي الله الاخوه والاخوات جميعا بارك الله فيكم مرحبا واهلا وسهلا بكم. تشرفنا بكم وهذه الساعه الطيبه المباركه ان نرى الوجوه الطيبه ونسمع ونستفيد منهم بارك الله في الجميع حياك الله يا اخي عبد الهادي مرحبا بك. حيا الله اهل الرياض جميعا جميع, ال... جميع المناطق مرحبا. عرفنا بنفسك اخي اخي الكريم معلمنا الفاضل. الله يحفظكم ابد اخوكم ابراهيم العصلاني ابو محمد آه فقير الله عز وجل اسال الله عز وجل المغفره والرحمه اهلا بك يا شيخنا الله يحفظك ويطول في عمرك وينفع بك طيب بالنسبه لمسيرتك يا شيخنا في تعليم كتاب الله تعالى ما هي مسيرتك في في تعليم كتاب الله ابدا الحمد لله رب العالمين آه بدات متاخرا الحمد لله طبعا انا اتكلم هذا الكلام وأعالج أخطاء في نفسي أسأل الله عز وجل أن يصلحها مضت والآن يعني نتدارس لكي يعني نتخلص من أشياء يعني كما يقال نبدأ من حيث وقف الآخرون أه سأعطيكم أخطاء وقعت فيها أه فأخرتني كثيرا لذلك أه يجب أن نتنبه لها فلذلك أنا أولا بدأت متأخرا في في في, في القرآن الكريم فهذا خطأ الإنسان يبدأ من من بدايته يعني من العمر العاشر إلى العشرين هذه فرصة كبيرة وثمينة جدا للحفظ والإتقان لكن أنا بدأت متأخرا حقيقة وبدأت على شيخ مصري شيخنا رحمه الله رحمة واسعة الله الشيخ رافت عبد العليم ثم انتقلت إلى شيخ آخر باكستاني الشيخ عبد الحق ولا أعلم هل هو حيا أو ميتا أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويتجاوز عنه ويجزيه خير الجزاء كذلك بعد ذلك انتقلت الى الشيخ الدكتور عبد الحكيم الشبرمي شيخنا واستاذنا في جده المربي الفاضل بعد بعد ذلك الحمد لله يعني سافرت بنفسي والتحقت بالمقره عندنا في جده هنا مقره عند الشيخ حفظه الله وشفاه وعفاه الجاروشه معروف شيخ ما شاء الله فاضل جمع يعني طلاب علم في كل مكان و توزعت هذه المقارئ في جده والتحق بها كثير من الشباب للمراجعه للمراجعه غالبا وللاتقان وللتصحيح وهكذا، ثم الحمد لله صفرت بنفسي وبدات اراجع بنفسي واقرا بنفسي واكثر ما يعني استفدت منه رحمه الله عليه الشيخ المنشاوي طبعا محمد الصديق المنشاوي رحمه الله عليه لانه يتميز بمخارج واحكام وتلاوة يعني مدبره وتلاوه كذلك مفسره الله يحفظك يا شيخنا ويطول في عمرك وينفع بك امين جزاك طيب بالنسبه لي بالنسبه لي موقف تربوي اثر بك كثيرا من, من ناحيه معلم اثر بك يا شيخنا والله المعلم اذكر شيخ زائر جاء هنا شنقيطي من بلاد شنقيط تعرفون انهم اهل همه عزم آه فانتهزت الفرصة وكان قريب من بيتي أنني في كل بعد الصلاة يعني أدرس على هذا الشيخ وأقرأ عليه وهكذا آه فالفرصة كانت يعني وجيزة لمدة معينة فلا أعلم متى يسافر هذا الشيخ فكان ساكن في مسجد عند أحد المشايخ وكنت بعد كل صلاة يعني أكون معه بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد وهكذا فبعد فتره ظننت ان الشيخ مل مني او انه انا احرجته كثيرا ويستحي ان يقول لا فانا حقيقه استحييت واتيت الى الشيخ بهديه واعتذر منه قلت انا اعتذر من قضيه الشيخ يعني يعني يبدو اني اثقلت عليك كثيرا فارجو ان تسامحني لانني يعني انتهزت هذه الفرصه وكنت في موضع المتطفل فسامحني يا شيخ فقال لا والله لا والله انك مسعدني كثيرا مسعدني كثيرا هذه الكلمه اللي اثرت في وجعلتني انطلق الى ابواب اخرى في العلم قال لي انا مثلي ومثلك مثل رجل صاحب حق من يرد صاحب الحق عن حقه قال لي انت صاحب حق انت الان صاحب حق وتاتي وتاخذ من حقك فلا استطيع ان اردك هذا حقك متى متى ما طلبت فهذا حقك من يعني من ابسط الحقوق انك تاتي وتطلب هذا الشيء وانا شيء هذا يسعدني كثيرا ولو كنت يعني تابني ملل او من هذا القبيل ساشعرك لكن بالعكس انا جدا مسرور فاعطاني فرصه انه المشايخ ما شاء الله قلوبهم مفتوحه شيخ سم انا مسرور الليله بوجودك يا شيخ. جزاك الله خير، فاعطاني انطلاقه انه المشايخ قلوبهم مفتوحه، واعطاني رساله ان المشايخ يحبون طلاب العلم، يحبون معني يعني يعني من من يعني يجاهد نفسه على طلب العلم وكذا، فانطلقت منها وانتهزتها فرصه الى ان التحق بدروس اخرى من فنون العلم يعني، الحمد لله رب العالمين. يعني. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظك يا شيخنا. جزاك الله خير. دقائق فقط ممكن نكمل لانه حقيقه كنا الموعد الساعه الثامنه معك يا شيخ طيب كنا الموعد الساعه الثامنه وتاخرت انت الثامنه والربع في الحقيقه انا عندي مجلس مجلس قراء الان يعني الان بعد هم مجتمعون بعد صلاه العشاء مباشره وعدتهم قلت قلت اعطوني نصف ساعه فقط فأنت الله انت طيب اخذت بس هذه النصف ساعه لكن طيب. نفرح بكم طيب. نفرح بكم بالنسبه للسؤال هذا يا شيخ ما هو الـ الـ نقطه التحول في حياتك شيخا؟ والله يقولون اهل العلم كفى بالموت واعظا كفى بالموت واعظا حقيقه الانسان ان لم يعتبر بالموت فلا حياه في قلبه ولا في روحه ولا في نفسه يعني يم يعني يرى يمنه ويسره الناس انا قبل قليل اتصل على اخ أه السلام عليكم اريد مكالمه منه قال لي المعذره انا الان في مقبره في دفن بعد ما انتهي اتصل عليك يعني سبحان الله كل يوم ترى الناس تغدو وتروح سبحان الله وال والمقابر وال في الحرم الصلاه على الاموات خصوصا انا مات لي اصدقاء يعني حقيقه اصدقاء اعزاء علي جدا فاثروا في فكانت لها يعني رده فعل على نفسي اني اعزم و أمامك القبر، ماذا ستجني؟ ماذا ستحصد؟ ماذا ستحمل معك في القبر؟ ما لك إلا كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو المعجزة المعجزة الخالدة المعجزة الخالدة القرآن معك في الحياة ومعك في في قبرك ومعك يوم القيامة ومعك على الصراط ومعك في الجنة، القرآن معك دائما هو المعجزة الخالدة التي لا تنقطع أبدا فكن مع هذا الأمر العظيم ألا وهو كلام الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يكون معك في قبرك ويكون معك يوم يوم تحشر يوم القيامه أنا في الحقيقة ما أريد أن أستطرد ويعني أدخل في استشهادات وأدلة وكذا حتى يطيل الوقت لا إنما أنتم طلاب علم ما شاء الله وطلبة قرآن استشهدوا بكل, الله. بكل كلام استحضروا الأدلة يعني حينما أقول معك في الدنيا الله عز وجل يقول ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى في قبرك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ان هناك صور ستحاج عن صاحبها في القبر يوم القيامه يوم الحشر هناك صور ستكون مع صاحبها كذلك سوره البقره والعمران وسوره تبارك الى اخره على الصراط كذلك تجد نور القران في الجنه اقرا ورتل كما كنت تقراه في الدنيا ان هكذا القران معك يعني لا ينقطع ابدا وتقراه في الجنه على سبيل التشريف وليس على سبيل التكليف صاحب القران اي والله هنيئا نعم نعم طيب يا شيخ لكل لكل معلم هناك طلاب مروا به يا شيخ ما هم الطلاب الذين مروا عليك ولم تنساهم ابدا في حياتك؟ والله اولا اولا انا انا لن انسى شيخي اهدى الي هذا السفر سبحان الله واذكر كتب عليه عباره جميله جدا يعني يعني ينبغي على المعلم ان يتلاطف مع تلميذه ويهدي له هدايا اعطاني هذا هذا الكتاب قديما وما زلت محتفظ به كذلك كتب كثيره عندي اهداء من مشايخي هذا الكتاب مثلا آه هذا الكتاب آه اين هو؟ اين هو؟ اين هو؟ قراته اكثر من مره آه من من شيخي المصري رحمه الله اهدى الي يعني لن انسى هداياه فيجب على المعلم ان يتلاطف مع تلميذه وكذا ويقوم معه بي انا اتكلم عن طلابك يا شيخ الطلاب التي تمر عليك يا شيخ ولم تنساهم ابدا خلي خليني اقول ليس طلاب انما هم احباب احباب واصدقاء وإخوان صحيح اي نعم 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 الدكتور أخي وحبيبي بل وقدوة كنت أنا أستفيد منه كثيرا الدكتور عبد الله من كابو دكتور عبد الله الصالح صالح من كابو ممكن تبحثون عنه في اليوتيوب موجود فقيه الآن من, من أكبر فقهاء جدة ما شاء الله لقوة إلا بالله يعني يرجع إليه في مسائل الفقه ما شاء الله لقوة إلا بالله وهذا الرجل كان كريما كان مؤدبا كان حشيما كان يعني إلى اليوم لا ينقطع أبدا في وصله وفي محبته وفي دعائه وفي ذكره يعني سبحان الله العظيم، كذلك هناك طالب باكستاني اسمه عبد الله سيد، هذا عبد الله الان مهندس في المانيا وامام وخطيب في المانيا ما شاء الله الى الان يتواصل معي وبود ومحبه وتقدير، كذلك ايضا عبد الله اوصاف ايضا كذلك هو باكستاني ويعيش الان في امريكا كذلك يعني الحمد لله دائما يتواصل معي وهناك نفع الله بهم فهؤلاء الطلبه لا نأساهم ابدا بمحبتهم وتقديرهم والوفاء الذي لقيته منهم بارك الله فيهم وغفر الله لنا ولهم يا رب العالمين. الله يبارك فيك، طيب يا شيخنا كلمه لطلاب المجمع ولاهل القران عامه عن فضل الحفظ وخطوره الرياء والنفاق على اهل القران. هناك كلمه للامام ابن القيم رحمه الله في الفوائد يقول اذا اذا طلع نجم الهمه في ظلام الغفله وصاحبه قمر العزيمه اشرقت الارض بنور ربها يعني هذا النجم الذي يسطع في قلبك وصاحبه العزم مثل نور القمر يحفك هذا توفيق من عند الله عز وجل المحظوظ أشرقت الأرض بنور ربها أنت تصبح بركه في هذه الأرض أنت يا صاحب القرآن تصبح بركه لأنه سبحان الله بدنك مبارك نبضات قلبك مباركه كلماتك مباركه تفكيرك مبارك رأيك مبارك اصبحت ذو سداد رجل رشيد سديد حليم رجل او مراه كذلك صبور وفطن ايضا وفطن وفطن الى اخره يعني سبحان الله صاحب القران كما قال الله ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم اقوم في كل شيء مع اهله مع ابنائه مع اسرته ولا ننسى يا شيخنا بان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران كان خلقه القران اللهم صل وسلم عليه حتى آه. حتى صاحب القران دائما حينما يقع تذكر ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون هذا هو صاحب القران ما يبتعد صاحب القران سبحان الله ما يبتعد حتى وان وقع في خطيئة او في غفله او في سهو النور الذي في قلبه يرده النور الذي في قلبه يشتعل ويرجع الى ربه يزداد الايمان ثم يعود مباشره ويعني ويدرؤون بالحسنه السيئه هذا هو صاحب القران بالنسبه بالنسبه للرياء الرياء الصحابه لم يامنوا الصحابه رضي الله عنهم يعني اذا كان عمر رضي الله عنه يسال حذيفه رضي الله عنه يقول اسالك بالله يا حذيفه اعدني رسول الله من المنافقين يعني ذكر ابن تيميه ان المنافق النفاق لا يامنه الا منافق النفاق لا يامنه الا منافق ولا يخافه الا مؤمن ولا يخافه الا مؤمن يعني النبي عليه الصلاه والسلام وصفه وصف دقيق عجيب أنه كدبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء وفي رواية الظلماء يعني سبحان الله السوداء يعني تصور نملة لا تسمع دبيبها ولا تراها هذا هو الرياء يعني لو نظرنا للأمة جميعهم كانوا يعني النيات معالجتها وإعادة الصواب لاتجاه القلب هذا أمر عظيم ويحتاج مجاهدة إذا كلنا ذاك الإنسان كلنا بشر ولا, ولا, افضل من من خطى الصحابه ولا حتى يعني غبار التي التي يعني التي صاحبت اقدامهم رضي الله عنهم اجمعين. اذا نحن من باب اولى اننا يعني نجاهد انفسنا ونعيد العلاقه ونجدد النيه ونستغفر الله ونكثر من قول النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم وأستغفرك لما لا أعلم حقيقة النفس ضعيفة النفس يقول العرب إنها شريك خوان النفس شريك خوان لذلك الإنسان دائماً يجاهد نفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبلا الإنسان يجاهد هذه النفس يجاهد على الإخلاص يجاهد على العمل يكون بينه وبين الله أسرار آيات يقرأها في آخر الليل لذلك يكون بينه وبين الله أسرار يكون بينه وبين الله عز وجل أسرار من صدقات من بر من دعاء من مناجاة من خضوع من انكسار من استغفار هكذا حتى يقطع وإذا أرى الله عز وجل وإذا أرى الله عز وجل منه هذا الحال لن يخيبه سبحانه وتعالى وسيختم له بالخير ويختم له بقرآن ويجعله مع أهل القرآن ويجمعه مع أهل القرآن في جنة النعيم طيب يا شيخ نريد منك نصيحة لمن ضعفت همته عن الحفظ يتوقف والله الإنسان كما ذكرت أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى الإيمان هذا الذي معك هو من عند الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء الذي اجتمعنا به أسأل الله أن يكون خالصا هذا من عند الله سبحانه وتعالى توفيق الأخوة والأخوات الذين يتابعون الآن هذا توفيق من عند الله عز وجل اللهم غيركم, غيركم الآن أنتم تعلمون أين هم في سبات وفي غفله وفي لهو وفي الى اخره، وانتم اختصكم الله سبحانه وتعالى للاجتماع في على القرآن وعلى مائده القرآن سبحان الله العظيم، يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما لما وزع الغنائم وبين الانصار والمهاجرين فتعرفون القصه لما قال الانصار يعني سعد بن معاذ جاء يقول انا رجل من قومي يعني كيف اعطيت المهاجرين يا رسول الله؟ كل هذا الامر كل هذه الغنائم ونحن في حاجه فنظر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام العظيم الذي ابكى سي. ابكى ابكى قلوبهم قبل عيونهم قال ان شئتم قلتم آه جئت شريدا فاويناك وهكذا حتى وصل بهم الى ان قال اترضون ان يرجع الناس الشاتي والبعير وترجعون انتم برسول الله فقالوا رضينا 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 وبكى الانصار بكاء شديدا ورجع معهم النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا اللهم بارك في الانصار وكذا. اذا انا اقول لاخواني واخواتي الان اترضون ان يرجع الناس باللهو واللعب والهوى وكذا وانت ترجع بكلام الله سبحانه وتعالى يكفيك يكفيك لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس منا من لم يتغنى بالقران على القول الراجح تفسير هذا الكلام ليس منا من لم يستغني بالقران. من لم يستغني بالقرآن يغنيك القرآن اقرأ القرآن اسمع كلام الله عيش مع كلام الله عز وجل تصور الجنة استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى هذا هو الدافع القوي لعودتك للقرآن ولحفظ القرآن ومعاتبة نفسك ومحاسبة نفسك على أن لا بد أن أتمسك بهذا القرآن ألا وهو الصراط المستقيم هذا هو الصراط القرآن على أقول من أقوال التفسير على أنه هو الصراط هذا هذا هو القران هذا هو الصراط اهدنا الصراط المستقيم قول بعض المفسرين انه انه القران انه القران لذلك يا احبي يا احبتي واخواني واخواتي الله الله بالدعاء والله حتى وان قصرنا وان ضعفنا هذا من عند الله عز وجل ضعفت همتنا من عند الله سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل ان يرزقنا همه ويرزقنا عزما ويرزقنا رشدا فيه. ويرزقنا ثباتا وهكذا اذا لن يخيبنا الله سبحانه وتعالى ان صدقنا مع الله عز وجل وابتهنا الله عز وجل وسالنا الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا في سجودنا ان يثبتنا على القران ويجعلنا من اهل أمين. القران وأن نصاحب اهل القران طيب يا شيخ انا ما الطريق لتدبر القران الكريم تدبر القران الكريم اولا لو تاملنا يا اخواني واخواتي نجد ان الله سبحانه وتعالى لمن يخاطب التدبر ما فيه خطاب في القرآن للمؤمنين كلمة تدبر أي تمعن واستنباط معاني واستشراف القلب واستنارة القلب بخزائن هذا القرآن ومعاني عميقة وإرشادات وتوجيهات من القرآن الكريم يلهم لها الإنسان وهذا القرآن لن ينقطع يزداد كل يوم تقرأ تزداد منه خيرا وبركه ومعاني جديده، سبحان الله العظيم. لولا لو, لو تأملنا تدبر ان القرآن جاءت ايات كثيره من من غير ذكرها انتم تعرفونها كلها تخاطب غير المؤمنين. كلها صحيح تخاطب غير المؤمنين، المؤمن بطبيعه حاله ان صدق ان صدق ان صدق بطبيعه حاله حينما يقرأ القرآن سواء يراجع سواء يحفظ سواء يصلي سواء يقوم به الليل سواء يقراه في الطريق او ولو عند اشاره ولو عند انتظار في اي مكان المسلم اذا قرا القران يتدبر القراءه مصاحب مصاحبه لها مصاحب لها التدبر اذا الذي لا يتدبر القران هذا في قلبه شيء وفي نفسه شيء الذي لا لم يصل الى درجه التدبر والتامل هذا في نفسي شايف عليه انه لذلك انا استشهد لكم مشاهد تجدون احيانا تدخلون مطاعم او اسواق والقران يشتغل وتسمع اصوات القران وهناك رجل يشرب اكرمكم الله الدخان وهناك رجل يسب وهناك رجل يشتم وهناك وهناك هؤلاء لا يسمعون القران يسمعون القران و... ب... بل بل يسمعون نعم وهو هناك من من حفظ القران وتدبر القران وبعد ذلك اصبح يستاجر يقرا القران في اي مكان يسمى مرتزق بهذا القران فيه في تجده على 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 العزائم وعلى العزاء في العزاء دائما ياتون به ويعطونه جعلا بسيطا ويقرا القران في العزاء واصبح هذا القران لا يحرك فيه ساكنا غير انه يسترزق به وياخذ منه جعلا خفيفا ويعيش بهذا القران، واصبح القران عنده مصدر دخل مصدر دخل مادي والعياذ بالله، هذا لم يتدبر القران، اذا المشكله هي مشكله القلوب. اذا هذا القلب صفى مع الله عز وجل وقرا القران وتعلم القران وبدا في القران بدايه صحيحه وسال الله يوميا يوميا ان يثبته على القران وان يزيده من نور القران ومن بركه القران الله عز وجل لن يخيبه. لكن لا ينحط ويرجع الى الدنيا، لا يرجع الى الدنيا، يقرأ القرآن من اجل الله، من اجل كل حرف في القرآن وكل آية في القرآن بل كل كلمة في القرآن هي لك نور في القلب ولك عافية في البدن ولك خير وبركة في الدنيا، لك آه يعني يا اخواني واخواتي خير في, بر... في في بيتك، خير في اولادك، خير القرآن هذا كله حولك حولك خير إذا القرآن اصدق مع الله عز وجل لن يخيبك الله سبحانه وتعالى في تأمله. هناك أمور أربعة س... يعني أد... أمور أربعة سأذكرها هي تدلك على الثبات على القرآن وتدلك على تدبر معاني القرآن وعلى معالجة النفس بالقرآن. أولا اختار وقتا مناسبا لقراءة القرآن كما الله عز وجل اختار لنبيه إن ناشئة الليل هي شد وطئا وأقوم قيلا. أنت اختار لنفسك أنت تعرف نفسك وأنت تعرفين نفسك في الوقت المناسب الذي عندك يعني هذا صفو هذا صفو وأيضا اختار المكان المناسب أين المكان المناسب في المسجد في البيت أين المكان المناسب كذلك اختار وقتا فيه القلب صافي لا تحمل حقدا أو غلا وقتها أو تحمل ضغينة أو معاتبة أو مشاحة هذا الشيء سيشتت العقل ولن يثبت القرآن اجعل وقتا مناسبا عامرا للقران لان القران عزيز، هذا القران عزيز فكونه عزيز لا ينزل لك ابدا حتى انت تكون مستعدا متهيئا له. متهيئا له بعد ذلك ولقد يسرنا القران للذكر فهل مم مدكر؟ مدكر حينما تكون انت جاهز للقران انت جاهز للقران ومتهيئ ومستعد يعني وقتا ومكانا وزمانا نفسا وقلبا وعقلا وروحا يعني متهيئ ومستعد الله عز وجل سيفتح عليك آفاق من الحفظ والتدبر والتأمل ومن خيرات وبركات القرآن التي لا تنقطع والتي لا تنقضي والتي لا حد لها ولا نهاية لها طيب يا شيخنا هناك ظاهرة ظاهرة والله المستعان وهي فصل الحفظ عن التدبر عن العمل ويكون التركيز أكثر على الكم أكثر من الكيف ما رأيك بهذه الظاهرة؟ هي 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 ظاهره غير صحيحه، يعني ذكرت لك في البدايه انه سبحان الله لو قرات بالحدر وانت تراجع ولكن انك تقرا بقراءه صحيحه سوف تتدبر القران. سواء بحدر، سواء بسرعه عاجله تقرا، سواء بمراجعه مع زميل، مع صديق، مع زوجتك، مع اخوك، مع جارك، مع معلمك، مع امام المسجد كونك تقرا القران فالتدبر والتمعن مصاحب له باي قراءه كانت المهم ان تكون قراءه صحيحه هذا سبب رئيسي لتدبر معاني القران وفهم غزير في تاملات القران وتفسير القران طبعا خلونا نتفق على ان التفسير شيء والتدبر شيء التفسير شيء له أهله وناسه له رجاله ونساءه له شروطه له علمه المستقل أما التدبر يعني يشمل الجميع الصغير والكبير لذلك تجدون طفلا صغيرا يقرأ القرآن ثم يبكي هل هذا قرأ التفسير هل هذا يعرف التفسير المأثور التفسير الموضوعي التفسير التحليلي هل يفهم هذا التفسير هل قرأها لا يعرفها ما الذي أوصله لهذا التدبر والتأمل حتى بكى وخشع هذا الطفل الصغير هذا الذي لم يعصي هذا الذي لم يكتب عليه إنه القرآن كذلك النساء كذلك الأعاجم تجده رجلا أعجميا لا يقرأ العربية أبدا ولا يتكلم العربية لكن إذا قرأ القرآن يبكي ويصل إلى درجة عالية من من الخشوع ومن الدلة لله سبحانه وتعالى والانكسار والتعظيم والإجلال لرب العزة والسماوات والأرض سبحانه وتعالى الذي تكلم القرآن إذا إذا يا حبايب يا إخوان وإخوات بارك الله فيكم القرآن يحتاج يحتاج وقفه حقيقيه وعلم علم يتأمل الإنسان ويستحضر ويستشعر أنه كلام الله أنه خير من السماوات والأرض هذا الذي بين يديك هذا القرآن خير من السماوات والأرض خير من كل شيء القرآن كلام الله صفه من صفات الله سبحانه وتعالى إذا لمن أنا اخذ القران ويكون بين يدي استحضر واستشعر انه بين يدي كلام الله سبحانه وتعالى كلام الله سبحانه وتعالى واعيش مع كل حرف اعيش مع كل حرف ان هذا الحرف الله تكلم به صوتا وحرفا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حينما استشعر هذا واستحضر هذا الكلام اعيش مع كلام الله عز وجل ولو صفحه واحده والله صفحه واحده غنيه ان ترفع ايمانك لاعلى درجه وأن تحط عن كل سيئة وأن ترفع لك درجات عالية وأن تشعل هذه الروح وأن تسعد هذه النفس وأن تزكي هذا القلب وأن تنور هذا العقل وأن تعافي هذا البدن صفحة واحدة صفحة واحدة لكن اقرأها وأنت مستحضر أنه كلام الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اذا يا احبابي القران هذا شيء عظيم لما نستحضره ونعرف قدره ونعطيه مكانته اذا الله الله بالقران واعاده النظر في في معاني القران حتى ولو قراناه حدرا اذا قراناه قراءه صحيحه سيصاحبه التمعن والتدبر نسال الله ان ان يجعلنا ان يجعلنا من اهل القران وخاصه يا شيخنا اللهم امين اللهم امين كيف يترك كيف يترك المعلم اثرا طيبا على طلابه؟ والله يا احبابي المعلم المعلم صاحب رساله ابتسم لطلابك اهدي لطلابك سامح طلابك اعفو عن طلابك حب طلابك اعطي واكرم طلابك العطاء العطاء اكرم طلابك ولا تمل منهم ان اخطاوا فتذكر انهم مجاهدين يجاهدون انفسهم، اتحملهم ويعتريهم النقص ويعتريهم مكابده الحياه ومشقه الحياه، قد يكون عندهم ظروف، قد يكون النفس جذابه لهم وشياطين الانس والإن والانس والجن يجرونهم الى امور وهم في جهه أن كن عونا لهم، كن عونا لهم، لذلك هم لو وجدوا معك هذه الوقفه الصادقه المؤثره باذن الله عز وجل سيثبتون على القران ويحبون القران اكثر ويتمسكون بالقران حتى يعني تنتهي هذه الحياه ويفترق زي مثل ذكرت لكم انا قبل قليل انه لي طلاب بعضهم بعضهم في كثير منهم خارج المملكه كثير في السودان في طلاب في الاردن في طلاب في كل مكان طلاب كانوا درسوا وتعلموا والان ما شاء الله بعضهم ائمه مساجد وبعضهم ما شاء الله خطباء وبعض وبعضهم لا اعلم عنهم هل هم احياء ام اموات؟ وكذلك معلميني من درسني يعني في اي درس يعني جزاهم الله عنا خير الجزاء، لا اعلم بعضهم لا اعلم هل هو حي او ميت، لكن دعواتي لهم جميعا اسال الله ان يجمعنا واياهم واياكم يا رب في جنات النعيم. اللهم امين، اللهم امين، الله يسعدك شيخنا ويحفظك، طيب اخيرا اريد منك كلمه ختاميه وتلاوه لكم شيخنا شيخنا الفاضل. والله انا ودي اشوف اسئله ايضا الشباب أه في اسئله هناك يقول انا حافظ القران كامل ولكن اود تثبيته وبعدها اخذ اجازه ليس شرطا اجعل اجعل التثبيت وقت الاجازه يعني وانت تقرا على الشيخ لاخذ الاجازه والاسناد اجعله محطه تثبيت القران الكريم استعن بالله عز وجل لكن هذه الاجازه لا تكون يعني فيها نوع من التعالي بعض الشباب اليوم يعني ينظرون لها انها يعني يعني اساس هذه الاجازه اليوم هي مكملات كما ذكرت و واذا قرات القران على شيخك عش معه وانت تدبر القران وتكون دائما انا انصح اخواني جميعا ان تصاحب تفسيرا معينا تصاحب ترون هذا التفسير ترونه واضح الان في الصوره؟ إيه واضح نعم. واضح يعني انا انا سوره الكهف لها تفسير خاص معي كل يوم جمعه او يوم الاسبوع هذا خاص لتفسير الكهف عرفت القران يكون معك هذا في السفر مثلا هذا خاص في السفر تاخذه دائما واليوم ما شاء الله الانترنت ما قصر لكن القص يكون معك كتاب ويكون معك دائما يعني تراجع في القران وكذا آه المهم العمل بالقران المهم ثمره القران آه اثر القران طبعا هذا هذا الاجازه الان الاسناد ان اخذته هذا خير عظيم نحن يعني امة اسناد اهل السنه والجماعه الحمد لله نحن امة اسناد الحمد لله غيرنا يتخبطون بلا اسناد اي مله واي نحله واي اللهم سبحانه طائفه وفرقه لا يعرفون هذا الاسناد منقطعين الاسناد نحن امة اسناد الحمد لله رعب. لذلك من اخذ الاسناد اخذ حظا وفيرا بلا شك ولكن لا يكون هذا الاسناد يوصله الى انه وصل الى المحطة النهائية وإلى نهاية المطاف لا الإسناد مجرد أنه إسناد الحمد لله فضل الله عز وجل في كل الفنون أخذنا أسانيد لكن ما ننظر لها أنها الأساس تحصيل حاصل وجدنا بعض بعد بعد ما انتهينا من الدرس قال الشيخ خذوا هذا الإسناد جزاك الله خير أخذنا الإسناد لكن لا يعني هو المحطة وهو النهاية إنما هو لعله نقطة انطلاق ودعم ودافع لي لتكملة المسير لتكمل. طيب يقول السائل هنا حبيبنا ما اثر القران على الانسان اثره كما قال الله يهدي للتي هي اقوى اثره عزه مكانه شخصيه صبر حلم الفاظ مفردات نور عقل نور بصيره حكمه يعني تد تجد هذا الرجل او المراه يعني لا يمكن يعني حتى وين وين اصابته مصيبه قدرها الله تجده يجد حلها ويتجاوزها لا ينحط ولا ينخذل ولا يسقط ثابت كالجبل ثابت كالجبل اما آه الذي لا يحمل القران سبحان الله يعني هذه الفتن وهذه العوارض التي تأتي تشده وتاخذه من جذوره لانه من البدايه ما ثبت هذا القران تثبيتا صحيحا ونيته لم تكن صادقة أنه يقرأ القرآن ويتعلم القرآن لوجه الله وأن كل حرف يقرأه يبتغي فيه وجه الله وكل كلمة لها معاني في نفسه وكل آية لها حب عظيم في قلبه وكل صورة وكل القرآن له إجلال وتعظيم في نفسه وروحه هذا هو وأنه يرى القرآن خير من كل شيء في هذه الحياة لا يمكن يساويه شيء هذا هو مكانة القرآن هذا هو مكانه القران، حتى وان لم تجد يومك الا صفحه واحده تقراها ولكن احمل هذا الهم انك تقرا اعظم ما في الكون اعظم ما في السماوات والارض انه القران العظيم، كلام الله سبحانه وتعالى، استحضر هذه وتجد التغير في نفسك في عقلك في قلبك في روحك حتى المعاصي لا تنظر لها، حتى المعاصي والسيئات تنظر لها انها تحترق وتذوب مع القران وفي مجابهه القران ومواجهه القران أنا معي عارض شيطاني ودائما أبدأ في الحفظ وأقف والسنوات تمضي لا استمر استمر بالقليل الذي تقدر عليه ولو صفحة واحدة يكفي أنك حتى لو قدر الله وانتهت هذه الروح وانتهى هذا العمر يكفي أنك تسلك طريقا إلى العلم أنك في طريقك في العلم وفي طريق القرآن وسوف تحشر مع أهل القرآن لن يخيك الله سبحانه وتعالى ستكون مع أهل القرآن إذن لا تقف لا تقف ما هي اوقات المباركه لحفظ القران؟ كل واحد ادرى بامرين ادرى بالوقت الذي يراه مناسبا هذه تختلف من شخص الى شخص كل انسان يعرف الوقت المناسب له وكل انسان ايضا يعرف القدر المناسب له يعني ممكن انا يكفيني صفحه في اليوم غيري نصف صفحه غيري ما يستطيع على نصف صفحه ربع صفحه غيري حزب غيري جزء كل واحد مختلف هذه من عند الله سبحانه وتعالى لكن مع التمرين مع التمرين مع التمرين صفحه صفحه ربع صفحه وهكذا الله عز وجل يلهمك ثم تبدا الملكه الحفظيه عندك تتكون وتبدا تحفظ ما شاء الله في كذا لكن لا تقف لا تقف هذه الوسايف الشيطانيه لا تقف عندها استمر اجعل لك وردا يوميا في القران ولو ربع صفحه لا تقف ابدا استعن بالله عز وجل طيب نيه موجوده في القران قلوبنا في الحفظ فنحفظ بصعوبه لا استمر هذه الصعوبه من الشيطان القران عزيز كما ذكرت لكم القران عزيز لا يعطيه الله عز وجل اي احد القران عزيز لا يعطيه الله عز وجل اي احد الدنيا اعطاها الله عز وجل كل من في الدنيا معي يا اخوان الو معك معك شيخ طيب الدنيا يا إخواني وإخواتي يعطيها الله عز وجل المسلم الكافر المنافق يأخذ من هذه الدنيا يأخذ يأخذ ولكن ولكن القرآن والعلم والله إنه اختصاص محض من عند الله عز وجل لكن متى إذا رأك الله عز وجل تجاهد نفسك على العلم وتبتغي وجه الله في العلم يفتح الله عليك يفتح الله عليك جاهد نفسك شهر شهرين ممكن سنه ممكن سنتين بعد ذلك يفتح الله عليك يفتح الله عليك ويحبب اليك القران وتزداد حفظا وفهما واتقانا كل هذا بعد صبر لكن لابد من صبر لابد من صبر واستمرار ديمومه وهكذا طيب يا شيخ طيب. في سؤال من احد الاصحاب يقول كيف اصل الى اتقان حفظ حفظي؟ حفظي للكتاب الكتاب بالمراجعة بال... مرحله الاتقان بالمراجعه واذا اذا حاول تصلي به، حاول تصلي به صلواتك. مثلا قيام الليل، النوافل، آه الوتر واذا كبرت يعني حاول تساعد الامام مثلا تصلي مع امام في التراويح او مثلا تصلي بمسجد معين، هذا شيء من وسائل الثبات الرئيسيه يعني حفظك الله يا شيخنا طيب أرجوك العافية. لو كنت فاضي أحتاج إلى مدرس مدرس ماذا محمد الحداد مدرس ماذا يسأل عن المدرس طيب هذا هو يا أخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم أسأل الله لكم التوفيق والنجاح أسأل الله لكم الحفظ أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بالقرآن الله يعطيك العافية اللهم أمين طيب يا شيخ انا نريد منك كلمه او خاتمه لطلاب المجمع حفظك الله والله الحمد لله رب العالمين انا اشكر الشيخ اسامه التميمي حفظه الله وبارك فيه ونفع به وشكر الله له حقيقه يجتهد جهد عظيم اسال الله ان يكتب اجره وهذه المجموعات التي تكونت ما شاء الله في ظل هذه الظروف الحرجه كورونا وما شاء الله خرجنا بهذه المجموعات العظيمة أكثر من أربعين مجموعة ما شاء الله عز وجل وكل مجموعة فيها ثلاثين حافظ ما شاء الله لكتاب الله عز وجل يتدرسون كلام الله سبحانه وتعالى وكل مجموعة عليها مشرفين وعليها مقرئين وعليها يعني معلمين هذا شيء عظيم هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيق لكل من في هذه المجموعة واختصاص من الله سبحانه وتعالى غيرنا الحمد لله ترى يعني على على الجوالات وعلى القنوات وعلى هكذا لكن وقتها منثورا لا فائده فيه لا فائده فيه اما انتم اختاركم الله واختصكم ان تكونوا من اهل القران انا احمد طبعا. الله سبحانه وتعالى ان الاخ الشيخ اسامه جزاه الله خير تواصل معي قبل فتره اول ما نشات هذه المجموعات وضافني عنده ضيفا ثقيلا الله المستعان في الإدارة ولم أنفعكم بشيء لكن جهد مقل الله يغفر لنا ما عندنا شيء الله يغفر لنا وتجاوز عنا يا رب ويعلم الله أنني أستفيد منكم أكثر مما من تستفيدون مني غفر الله لنا ولكم فهذا هو هذا هو يحمد الله سبحانه وتعالى الإنسان أن الله عز وجل اختصه ويكون من أهل القرآن ويكون من أهل القرآن اجتمعوا على آل القرآن احفظوا القرآن سمعوا القرآن هذا خير عظيم شيء شيء أنتم لا تتوقعون ماذا ماذا يدخر الله لكم يوم القيامه لا تتوقعوا لا تتوقعون ولا تدرون ماذا سيكون لكم من اجور يوم القيامه على هذه الوسائل التي سخرناها وحولناها الى انها مدارس لكلام الله سبحانه وتعالى مدارس لحفظ كلام الله عز وجل مدارس لاتقان كلام الله سبحانه وتعالى ولتدبر كلام الله سبحانه وتعالى ولعباده الله عز وجل هذه الوسائل بينما هي اخترعت لغير هذا الكلام وتعرفون اليوم ما شاء الله الله المستعان اما نحن والاخوه والاخوات جميعا ما شاء الله على طلب العلم على القران على الدعاء على الخير على الكلمه الطيبه يعني ما شاء الله اجتمعوا على مائده طيبه على خير عظيم يحبه الله عز وجل ويرضى وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى استعينوا بالله واسالوا الله الثبات واسالوا الله المزيد يقول الله ولئن شكرتم لازيدنكم لا نشكر الله دائما على هذه النعمه نشكر الله دائما والشكر هو العمل الشكر هو العمل العمل كيف؟ العمل ان نقوم بصلواتنا، بدعائنا، باستغفارنا، بذكرنا، باخلاقنا، ب ان لا ايضا نعم نعم وحبنا لبعض، نحب بعضنا لله سبحانه وتعالى، يعني آه، الان اخونا عبد الهادي الزهراني جزاه الله خير تواصل معي، والله لا اعرفه ولا شيء، لكن اول ما تواصل وقال انا من القران ومعكم بكذا، احببته في الله واحببتكم جميعا في الله. هذا الحب نبتغي فيه وجه الله سبحانه وتعالى. ايضا يا جزاك الله خير جزاك الله خير اذا نتعاون على البر والتقوى في هذا الازمان زمان فتن حقيقه يعني خلونا صريحين زمان فتن وزمان تحديات وزمان اين اهل القران يجب ان نكون متعاونين على البر والتقوى على الكلمه الطيبه على الحمد لله ويعني الحمد لله حتى في بلادنا بلاد الحرمين الحمد لله وطننا الغالي الحمد لله يساعدوننا يعني لا يمكن انهم يمنعون او أكذا انما يزيدون اهل القران خيرا وبركه يعني سبحان الله اليوم انا انظر الى مطبعه المدينه المنوره اليوم اصدرت قران جديد بطباعه جديده وبتطبيق جديد الكتروني ممكن أنزل لكم اليوم ارسل لكم على الواتساب ما شاء الله, الله, الله يعني يعني ما ينقطع خدمه القران ما تنقطع خدمه القران فالله الله ائمتنا حل ومشايخنا وعلمائنا هذا من فضل ربي الحمد لله هذا فضل ربي اي والله فضل الله سبحانه وتعالى علينا واهل القران دائما يعني يعيشون في زمن يحتاجون فيه صدق مع الله وصبر وعزيمه ومراجعه نفس وهكذا. اللهم لك الحمد، طيب يا شيخنا نريد منك تلاوه عطله في 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 النهايه شيخنا والله اليوم انا حقيقه لو ترى اني اشرب ماء كثير. اليس كذلك؟ <applause> نعم نعم صحيح والله اشرب ماك اليوم متعب جدا 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 سلامتك و... وعندي الان لقاء ما شاء الله شو الان ترى تصلوا علي ثلاث مرات الان لقاء مجلس قراء بستمع منهم واستفيد منهم جزاهم الله خير لكن لا يمنع ان اقرا صورة بسيطه وهي عظيمه عند الله عز وجل وهي اخر سوره نزلت في القران استعن بالله يا شيخ او دعوني اقرا اقرا صورتين صورة اخر سورة في القرآن نزلت وأقرأ سورة قال عنها الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته من عظيم شأنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم {والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر} اعذروني قراءة يسيرة الله وفيها من متعب جدا قراءتك جميلة يا شيخ أنا. غفر الله صح. لنا الله يعفو عنا وعنكم يا رب نريد منك نريد منك دعاء دعاء اخير لتيسير حفظنا الله يغفر لنا وانتم كذلك ادعوا انتم خير مني الله يغفر لنا ويجمعنا على الخير يا رب اسال الله تبارك وتقدس اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا من تكلم بالقران يا الله يا من إذا رأى شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم يا رب السماوات يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا يا الله يا عظيم الشأن، يا الله لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، سبحانك على العرش السوى، لا إله إلا أنت، خلقت كل شيء فقدرته تقديرا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعلى سائر الأنبياء المرسلين يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم عافي أبداننا، اللهم زكي أنفسنا، اللهم عافي أبداننا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم يا رب اجعلنا القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم افتح علينا بركات القرآن اللهم افتح علينا بركات القرآن وخيرات القرآن وتدبر القرآن وتأمل القرآن والعمل بالقرآن، اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب يا رب اجعل القرآن شفيعنا يوم, شفيعنا يوم القيامة، اللهم اجعله شفيعنا يوم القيامة، اللهم اجعله شفيعنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، اللهم يا رب اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، اللهم اجعله خيرا وبركة وأجرا عظيما يا رب العالمين، ومكفرا لسيئاتنا وذنوبنا يا ارحم الراحمين، اللهم يا رب يا ارحم الراحمين، اللهم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين، اللهم اجعلنا يا ربي من اهل القران ومن حفظه القران ومن اهل القران الذين هم اهلك خاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجعلنا للمتقين اماما، يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين ويا خير الغافرين ويا خير الراحمين، لا حول ولا قوه الا بك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله, الله وسلم على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليك. عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه شيخنا وجزاكم الله عن عن القران واهله خير الجزاء. جزيت خيرا يا شيخ. وإياكم يا شيخ وإياكم حبايبنا بارك الله فيكم وجزاكم خيرا وأستودعكم الله ونجتمع على الخير ونلتقي على الخير في الدنيا والآخرة الله, الله يعطيك العافية يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا نلتقي بإذن الله تعالى في برنامج ضيف إتقان الأسبوع القادم بإذن الله تعالى هذا وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته